نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام في فقرة معالم وأعلام وسؤال الميدان ضمن برنامج في رحاب القرآن من هنا من أحد الشوارع النموذجية في محافظة مأرب شارع صرواح، وهو أحد الشوارع المتعوب عليها من قبل الإخوة في صندوق النظافة والتحسين من حيث التشجير والإنارة والرصف. سؤال الميدان يقول: سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ نتابع من سيكون الفائز بجائزة السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي سؤال ولا جائزة؟ إذا جاوبت عليه تحصل على الجائزة إن شاء الله. سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ اللهم صل وسلم. سبأ. آه نعم. نعم. عمران. عمران. نعم. عمران. وعمران. وعمران. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شهر كريم. علينا عليك إن شاء الله بالخير. معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. تفضل. السؤال يقول: سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ في مناطق يمنية؟ السورة أنا هذاكرها بس هذه اللي ذكر فيها سبأ. أتيني بعرش يا بلقيس. نعم، سورة سبأ. نعم، سورة أخرى؟ سورتان. إيش السورة؟ إيش السؤال الثاني؟ معليش يعني. هي سورتان. هذه اللي نذكرها. معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. السؤال يقول: سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ أيش هم هؤلاء السورتين؟ ثنتين سور سمت بأسماء مناطق من اليمن. والله ما قلت لها. إذن معوض، فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك. عليك. معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ سبأ والأحقاف. سبأ سبأ والأحقاف. نعم، وإجابة سليمة وموفقة حصلنا عليها هنا في أحد شوارع مدينة مأرب. ومشاهدين الكرام، سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، هما سبأ والأحقاف. إجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها من الأخ عبد إسماعيل الدوكري. حصلنا عليها من الأخ عبد الدوكري. ما هما هاتان السورتان؟ سبأ والأحقاف. سبأ والأحقاف. ألف ألف مبروك، وإجابة سليمة وموفقة. وطبعا حصلت على جائزة مالية وجائزة عينية مقدمة من محلات ريف اليمن للعسل والمكسرات. ألف ألف مبروك.